طيب تعالوا مع بعض، احنا عندنا هضبة وهرم. الهضبة طبعا الهضبة الكبير عمرو دياب. تعالوا بقى نفتكر مع بعض الهرم. الهرم نجاح الموجي الحقيقة، فيلم الكيت كات، الفيلم العظيم العبقري مع النجم الراحل العظيم الساحر محمود عبد العزيز، واحد من أفضل فنانين الكوميديا في تاريخ مصر الحقيقة. هدية بسيطة جدا 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 من عسل أبيض للفنان الكبير نجاح الموجي، واللي بتحيي أسرته ذكرى وفاته النهاردة. تعالوا نشوف. دنيا بتديلي الهبيش ويا عيني علينا يا حرابيش، نشقى عشان حبة ملاطيش ما يكفوش العيش والشاي، البطل من غير مطرود ويا تتجنن وتعود، ده الداخل عندنا مفقود والخارج من هنا مولود، سلم لنا بقى عطر ماي. عايزه اقول لكم كان فنان جميل قوي 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 الحقيقه يعني، واعماله كانت حلوه، وفعلا هو فنان كوميدي ربنا يا رب يرحمه.